متأكد اني هجيبك لو كنت في بطن الارض. ايش عاوز؟ انا اقول لك ايش عاوز، اسالك وتجاوبني. اسال. قطعت الطريق على الحجاج؟ ايوه. نهضتهم؟ ايوه. قتلت حد فيهم؟ ايوه. كان حد معاه سلاح؟ لا. كان معاهم حريم وعيال؟ ايوه. تمام. ايه عاوز انت بعد الكلام الحلو قوي اللي انت قلته لي؟ تحكم عليك بيه ولا حاجة؟ كل واحد ربنا جعل له رزق، وانا وناسي رزقنا في كده. ده شيخ كمان. يعني ربنا جعل رزقك في قطع الطريق على الحجاج ونهبهم وقتلهم. شيخ اسماعيل، الناس هتذبح ايه في العيد؟ خروف يا شيخ العرب. وكل واحد حسب مقدرته، اللي يذبح عنزه، اللي يذبح جمل. صح؟ ايوه صح. اسمك ايه؟ انا هاب الحجاج. نهاش ولا قصاف الرقبه. الذبح اخر حاجه هعملها فيك. ومن هنا لحد العيد اقيم عليك حد الحرابه زي ما ربنا امرنا في المفسدين في الارض. هقطع رجلك الشمال ويدك اليمين، والناس يتفرجوا عليك من دي الوقت لحد العيد. يمشي وراك راجل بطبله يقول نهاش ولا قصاف الرقبه اللي موت الحجاج. خذوه. او يتف عليه او يوقعه من فوق الحمار.